من التفاصيل مع مراسلتنا حصة الدوي في سياق التقرير التالي. عقد المجلس الأعلى للمرأة محاضرة بعنوان التشريعات الاجتماعية ودورها في تمكين المرأة البحرينية، ألقاها المستشار القانوني بمكتب المحامية هدى سعد الأستاذ محمد الشهير، فيما تولت المحامية هدى سعد توضيح أهم النقاط في التشريعات الاجتماعية والرد على بعض مداخلات المشتركات. هو هنا الهدف أول حاجة إن هو توعية المرأة بحقوقها في حالة بلوغها سن التقاعد، وهو 55 لو تقاعد المبكر، وبالنسبة في حالة وفاة الزوج، في حالة إذا تم الطلاق وتوفى زوجها أثناء فترة العدة، فهي وبحقوق الأبناء والبنات. المحاضرة تطرقت إلى أهمية الجهود التي يبذلها المجلس في تفعيل وتطوير التشريعات الاجتماعية الهادفة لتمكين المرأة، حيث أن التشريع الاجتماعي يشمل القواعد الموضوعية المجردة الهادفة إلى تحقيق التوازن الاجتماعي وكفالة مواجهة أخطار التقاعد، فيما يشمل مفهوم تمكين المرأة دعم المرأة لتكون قادرة على امتلاك أدوات المعيشة الكريمة دون التعرض لأي شكل من أشكال التعسف. أهم حاجة لاستحقاق المرأة أن يتم إثبات أن هي كانت زوجية قائمة من زوجها، وكمان القانون بيسمح أن هي تجمع بين المرأة العاملة لو لها معاش تقاعدي فبتكون وزوجها توفى، فبيجمع بين المعاشين، ودي ميزة للمرأة بتكون فعلا أنها تاخد معاش التقاعدي اللي هو مستحق لها ومعاش عن زوجها المتوفي. فدي أهم المحاور اللي هتدور بينها المحاضرة بإذن الله. المحاضرة تأتي ضمن برنامج التوعية القانونية الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع عدد من مكاتب المحامين، بهدف التعريف بالمجلس واختصاصاته والخدمات التي يقدمها للمرأة البحرينية والتوعوية بكل ما يتعلق بشؤون وقضايا الأسرة.